ندخلوا للنهجة والزناقي نلاحظوا لي فما برشا أنواع بيبان في المدينة العربي. فما بيبان بالقمجة اللي فيهم القوس وبيبان بلاش، ومهما كان الباب داير بيه حجر أصفر اسمه حرش الكذال، يبدأ منقوش عادة، واللوح يبدأ محلي بمسامر كبار يشدوا عوارض الباب من الداخل، والمسامر الصغار للزينة. المخزن مثلا ما تلقاهوش مزين. الباب من جهته اليمين في باب صغير اسمه الخوخة، الخوخة غالبا محلولة ويحلوها باش يدخلوا ويخرجوا. ويقال اللي باب الخوخة هذية أول من استحدثته أميرة إسبانية وهي زوجة موسى بن نصير، باش ترغم الداخلين لديوان الوالي على الانحناء، بينما الفردات الكبار يتفتحوا في مناسبات معينة. جيران كيراو الفرادي الكبار محلولين يفهموا اللي فما إما فرح ولا حشاكم غيار، ويمشيوا يقوموا بالواجب. البيبان عمرهم ما يجيوا متقابلين مراعاة لحرمة الجار المقابل. هذك علاش في وقتها وفي قانون البناء لحرمة الجار البيبان ما لازمهمش يقابلوا بعضهم بالكل. كينسيوا باب محلول ما يظهر شيء من وسط الدار، خاطر من الأول فما الدريبة والسقيفة، ومن بعد وسط الدار بحيث ما يظهر شيء من المدخل. ترى كان منعرج أي واحد من المتعدين يرمي عينه على غفلة ما يراك كان قدام محيط. كل باب متاع مخزن تلقاه كبير وما فيه حتى زينة. في المقابل البيبان غالبا مزينين على خاطر قيمة الدار من الباب متاعها، وعلى خاطر زيدا ما فماش فتحات ولا شبابك. حتى كان فما شبابك يبدأوا في العلي، يبدأ الشكل متاعهم إما شباك بالخراز ولا جنارية. بيبان الحمام وبيبان الزوايا، الزوي معناتها، تلقاهم يختلفوا على بيبان الدار غالبا وتكون فيهم ألوان. في الحمام يبدأ فما عوارض ويبدأ ملون أحمر وكحل وأخضر، باش الناس من الشارع يعرفوا اللي هذاك محل مفتوح للعموم ومش خاص، والزاوية فيها عادة علامة من العلامات الخاصة. أكثر الألوان متاع البيبان هما صفر ولا خضر. الأزرق مثلا جاء من سيدي بوسعيد مع البارون دي غلانجي، ولا وقتها متداول أكثر بعد كيرمو بعض الأنهش. كي تسألنا علاش الأصفر والأخضر أكثر هما الطاغين على البيبان، قيل أنه خاطر كانوا وقتها يصبغوا أكثر بالألوان الطبيعية.